السلام عليكم. ثم نصب بايدن ودخل البيت الأبيض ووقع أكثر من 10 أوامر تنفيذية يبطل فيها قرارات سلفه ترامب، ولم نشهد أي حادث عنف كما حذرت بعض الصحف الأمريكية وغير الأمريكية، ولا اضطرابات ولا حتى مظاهرات. أم أنه من المبكر الحديث عن ذلك؟ فشعبنا المجنون لديه الكثير من الأسلحة، يقول أحد المشرعين الجمهوريين لصحيفة بوليتيكو. أما واشنطن بوست فترصد ارتياحا كبيرا لدى جمهور ترامب لفكرة تحول الحزب الجمهوري إلى حزب الله. فما المقصود من ذلك؟ وإلى أين يسير الحزب الجمهوري بجمهوره؟ وكلما انتخب رئيس أمريكي جديد يتفاجأ العرب أنه منحاز لإسرائيل، لكن الغريق يتعلق بقشة، وهناك من يرى أن بايدن استثناء بعد تغيير حساب السفير الأمريكي في إسرائيل بتعديل خانة تعريفه من سفير أمريكا في إسرائيل إلى سفير أمريكا في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وهو تعديل لم يجري الإعلان عنه. يضاف إلى ذلك توقيع بايدن مرسوما ينص على رفع قيود السفر التي فرضتها إدارة ترامب على بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، وآخر يعيد بلاده إلى اتفاقية باريس للمناخ وإلى منظمة الصحة العالمية بعد انسحاب ترامب منهما. فهل بايدن فعلا استثناء هذه المرة، أم أنه استثناء كما كل الاستثناءات السابقة؟ وبالتزامن مع تنصيب بايدن وأيضا قبل التنصيب، نرى حراكا في المنطقة تعبر عنه ذا واشنطن بوست بأن فوز الرجل بالانتخابات أدى إلى تهدئة الشرق الأوسط وقاد دعاة الحرب فيه للبحث عن طرق للمصالحة والتقارب، ففك الحصار عن قطر وزادت اتفاقيات التطبيع، والجميع يتحدث عن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران. لكن دينيس روس في ذات الصحيفة ذا واشنطن بوست يرى أن هذه العودة يجب أن تجري على رسلها ووفق قواعد جديدة. حلقة جديدة من قالت واشنطن ابتدأت، فمرحبا بكم. مشاهدينا، ضيف قالت واشنطن لهذا الأسبوع دكتور أشلي أنصارا، محلل سياسي معي من واشنطن. مرحبا بك دكتور أشلي. بداية، يعني قبل تقليب صفحات الصحافة الأمريكية، يعني وأنت عضو في الحزب الجمهوري، تابعنا جميعنا، ربما يعني جميع الناس في هذا الكوكب تابع منذ يومين التنصيب بايدن وهذا الحفل الكبير للتنصيب، يعني ليدي غاغا وغيرها من المغنيين والشاعرة الشابة التي ألقت يعني قصيدة جميلة جدا تحدثت فيها عن وحدة المجتمع الأمريكي وإعادة توحيده إلى ما هنالك. أنت كجمهوري أريد أن أسألك، أثناء متابعتك لهذا التنصيب، يعني كيف تلقيت يعني هذا الاحتفاء الكبير؟ ماذا كان شعورك؟ أنا دائما بحاول أخاطبك يا مروة وأيضا جمهورك في الاي نيوز تي في علاقة خاصة. لأن أنا بحب الشعب العراقي وبحب أيضا المرأة العراقية التي تحتل مركزا مرموقا مثل حضرتك لتعليم الشعب العراقي. شكرا لك. سؤالك وجيه جدا، إنما أنا كنت مبسوط. أنا كنت سعيد إن الرئيس بايدن نجح في الانتخابات، ولو تنظر إلى ماي فيسبوك أو إلى المحادثات التي تم نشرها وأيضا المقابلات التي تم نشرها الماي يوتيوب اكاونت، تجد ان من شهر نوفمبر ان انا دائما اؤيد ان الرئيس بايدن سوف ينجح وليس الرئيس ترامب. واؤيد ايضا ان الشعب الامريكي عمل اختياره، وان هذه الكلام الزائف الذي قاله ترامب على موضوع ان في تزييف في الانتخابات يعني غير منطقي. طيب. الرئيس ترامب له شخصيه معينه وكاركتر معينه وبيهيفير معينه. وأنا أؤكد لك أن كثير جدا من أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة لم يوافقوا
على بيهيفير بتاع الرئيس ترامب نعم وبالذات سلوكه. منذ شهر نوفمبر إلى الآن. نعم طيب، هو يعني البعض يقول بأنه الحزب الجمهوري وضع نفسه في يعني هذا الموقف منذ البداية عندما وافق على ترشيح ترامب للرئاسة الأمريكية قبل يعني 4 سنوات، ولو أنه هو يعني الترشيح نعلم أنه يكون بالاقتراع وانتخابات طويلة عريضة قبل أن يصل إلى يعني هذا الموقع كمرشح الحزب الفلاني للرئاسة، لكن يعني هناك من يضع اللوم مباشرة على الحزب الجمهوري. دعنا الآن نذهب إلى موقع بلومبرغ دكتور آشلي، والذي نشر مقالا قال فيه إن فوز جوزيف بايدن أدى إلى تهدئة الشرق الأوسط وقاد دعاة الحرب فيه للبحث عن طريق للمصالحة والتقارب. وقال معد التقرير إن المصالحة تحدث في كل الشرق الأوسط، فقد أنهى الرباعي بقيادة السعودية حصاراً استمر 3 أعوام ونصف ضد قطر، وتبحث تركيا عن تفاهم مع فرنسا واليونان ومصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والسعودية. وأشار كذلك في تقريره إلى أن الأردن وفرنسا ومصر وألمانيا يدفعون أيضاً باتجاه جولة جديدة من محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف هناك منظور جيد لانضمام دول عربية أخرى للتطبيع مع إسرائيل إلى جانب كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان وقطر وعمان مرشحتان. وتابع حتى حماس في غزة والسلطة الوطنية في رام الله تحاولان التعايش وعقد انتخابات. وكان قرار ترامب رفع شعار أمريكا أولاً بمثابة هدم وزعزعة لتحالفات الولايات المتحدة في أوروبا وحلف الناتو وآسيا، وللمدخل متعدد الأطراف في حل العديد من النزاعات في الشرق الأوسط. وأضاف أن عدم اهتمام ترامب أدى إلى تصعيد الحروب وبالقوى المحلية والإقليمية للعب دور فيها مثل تركيا ومصر وروسيا في ليبيا، وتركيا وروسيا وإيران في سوريا، والسعودية وإيران في اليمن. ورغم العقوبات المشددة التي فرضتها أمريكا على إيران، إلا أنها كانت قادرة على استهداف ناقلات النفط في خليج عمان، واستهدفت المنشآت النفطية في السعودية، ووصلت نقلها المال والرجال والسلاح إلى جماعاتها الوكيلة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وفق قوله. وقال مع قرب تولي بايدن الإدارة بدأت القوى في المنطقة بتخفيف لهجتها بسبب توقع لعب دور أمريكي جديد في المنطقة، وحتى إيران التي زادت من معدلات تخصيب اليورانيوم وعقدت المناورات العسكرية فإنها تأمل إلغاء الإدارة الجديدة سياسات ترامب السابقة. إذن دكتور آشلي، يعني كما تقول الصحيفة بأنه بدأت القوى في المنطقة مع قرب تولي بايدن للسلطة والإدارة بدأت بتخفيف لهجتها بسبب توقع لعب دور أمريكي جديد في المنطقة. طيب، ما هو يعني الدور الأمريكي الجديد الذي سوف تلعبه إدارة بايدن في المنطقة، والذي حذى بالسعودية ومصر والإمارات بفك مثلا محاصرتهم لقطر؟ ما هو هذا الدور الجديد الذي سوف تلعبه إدارة بايدن، والذي سرع من بعض الاتفاقيات التطبيعية مع إسرائيل مثلا؟ أنا أود أن أوضح أن فلسفة وسياسة الرئيس بايدن هي مماثلة جدا لفلسفة وسياسة الرئيس السابق باراك أوباما. وأن معظم المستشارين في أيام باراك أوباما حاليا موجودين صحيح. في الوايت هاوس كمستشارين للرئيس المنتخب بايدن. صحيح. تاني موضوع، أنا كنت موجود في دبي ومصر لمدة 3 أسابيع، ولسه واصل أمريكا last Friday، وقابلت ناس كتير جدا وقعدت اجتماعات مع جريدة الأهرام ورجال السياسة الموجودين في دبي وخلافه. العرب هم الذين في مأزق، لأن المملكة العربية السعودية what we call it the Gulf Alliance Group لم يتعامل مع قطر بطريقة فيها نوع من الحكمة وفيها نوع من اليونيفيكيشن، الوحدة. مصر والسعودية قادوا التحالف ضد قطر، وقطر تمسكت بتركيا، وبالتالي دخل معهم أيضا إيران، وبالتالي تركيا
والعراق وتركيا وقطر وإيران أصبحوا ثلاثة أقطاب موجودين مع بعض. السياسة لعبة لابد تتسم بالحنكة والخبرة والموعظة. للأسف الشديد أمريكا تنظر إلى هؤلاء حكام العرب إنهم مجموعة لا مؤاخذة من البدوينز بيحاربوا بعض وبيكلوا مع بعض، إنما أمريكا غير مهتمة على الإطلاق بموضوع قطر، لأن علاقتها بقطر علاقة قوية وفي قاعدة أمريكية قوية أيضا في قطر، وبالتالي علاقة قطر بالدول الأخرى كإسرائيل وتركيا قوية أيضا. هي النقطة الدول العربية دايما ترياكت، يعني تاخد قرار بعد صدور قرار آخر من دولة أخرى، إنما الدول العربية لابد أن هي تتعلم تعمل استراتيجية موحدة ما بينهم لمدة 5 سنين القادمة، كما يحصل أيضا مع الصين والدول اللي بيسموها تايجر إيكونومي، الصين وفيتنام وكوريا وخلافه. العرب لم يتعلموا هذه الاستراتيجية، لسه بيعملين بالترايبل منتاليتي، كل واحد لوحده، كل واحد الكومبوننت بتاعه لوحده. فأرجع للسؤال الأولاني، هو ما هي علاقة بايدن وحكومة بايدن بالشرق الأوسط؟ أهم نقطة، وأرجوك أن يا مروة تقوليها مرة تانية وثالثة ورابعة، هي الهيومن رايت. الهيومن رايت رقم واحد إيشو في الشعب الأمريكي، الشعب الأمريكي وليس الحكومة. الشعب الأمريكي هنا أنا وجاري وخلافه وأعضاء الحزب مهتمين جدا بالهيومن رايت إيشو اللي موجودة في العراق وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي إيران وخلافه والسعودية. يعني a major component in our relationship مع كل هؤلاء الدول، وليس انك تشتري أسلحة او في اقتصاد ابدا، هذا يعني غير وارد. حكومة بايدن زي ما سيادتك ذكرتي ايضا ان هي بتنظر الى ايران، كما ذكر الوول ستريت وبلومبرج الاثنين مع بعض، ان امريكا doesn't want to have a حرب في منطقة الشرق الاوسط على الاطلاق، وليس ايران تريد حرب في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي هما الاثنين سوف يتعاملوا ليس الند للند، ولكن أنت زي ما حضرتك ذكرتي less for less. ده كلام مظبوط جدا. راس قالها نفس هذا في الصحيفة القادمة، في المقال القادم عن less for less أو الأقل مقابل الأقل بالنسبة لي، يعني الاتفاق النووي مع إيران. لكن أيضا مزبوط. يعني سوف نتكلم عن هذا الاتفاق مع دينيس روس في المقال القادم. لكن فيما يخص المنطقة العربية الشرق الأوسط دكتور أشلي، يعني لماذا، يعني على سبيل المثال فك الحصار عن قطر، لماذا هذه الدعوة إلى التهدئة بين الدول العربية مع مجيء بايدن؟ في مشكلتين موجودين مع بايدن، ليبيا واليمن. وهؤلاء المشكلتين لابد أن يحلوا أيام بايدن. بايدن لابد يرجع تاني إلى الاتفاقية ما بين إسرائيل وأمريكا، ولابد أن يحل مشكلة فلسطين. لابد من إقامة دولتين، وهذه الدولتين قالها من زمان، بيل كلينتون قالها، هيلاري كلينتون قالتها، باراك أوباما قالها، حتى إيفن جورج بوش قالها. إنما للأسف الشديد إن اللابي اليهودي الموجود في الولايات المتحدة مع أيضا نتنياهو ذا تايجر، صحيح، نتنياهو شخصيته تتماشى مع شخصية ترامب. نعم. هما الاثنين عندهم نفس المبدأ، وهو الهجوم وليس ليس المشاركة، ولا يريد أن يشارك أحد، يعني لا يريد أن يشارك. نعم، يعني أنت تتكلم أنه مثلا على صعيد القضية الفلسطينية أو ما تبقى من هذه القضية الفلسطينية، أنه سوف إدارة بايدن تعاود تحريك هذه القضية على أساس حل دولتين، أليس كذلك؟ وكل رئيس يأتي إلى البيت الأبيض، العرب يتفاءلون خيرا ويقولون هذا الرئيس سوف يجلب لنا الحل بالنسبة للقضية الفلسطينية، لكن القضية الفلسطينية كل ما لا يعني تتعقد أكثر فأكثر، حتى تقريبا اندثرت وأصبح لدينا قضايا في المنطقة العربية. لماذا يجب أن يكون بايدن استثناء هذه المرة؟ النقطة يا مروة أن العرب غير متحدين. أن العرب يقولون شيئا ويفعلون شيئا مضاد له. وأنا لما قعدت مع كثير من رجال السياسة في مصر وتناقشت هذا الموضوع في دبي وفي السعودية، نفس الشيء. لذلك الوحدة العربية وجبهة واحدة
هي التي سوف تجعل من الولايات المتحدة وأيضا تل أبيب تنصت عليهم، إنما ما فيش. تحترمهم. والفلسطينيين منقسمين، أنت عندك الضفة الغربية في ناحية وأيضا عندك غزة في ناحية الأخرى، نعم. وقيادتين يكرهوا بعض تماما ولا يتماشوا مع المبادئ اللي هم بينادوا بيها، إن في نوع من السلام لابد أن يستهل، ومين اللي بيدفع الثمن؟ هو الشعب الفلسطيني. نعم، إذا وسط هذا الانقسام كله، يعني حتى الشعب الفلسطيني مقسم إلى قسمين، العرب فيما بينهم تناحرات وحصارات وإلى ما هنالك، أيضا يعني المال الخليجي لعب دورا كبيرا في الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي في سوريا، اليمن، ليبيا، حتى مصر وغيرها من الدول. دعنا في فلسطين بالتحديد، وسط هذا الانقسام كيف سوف تنجح إدارة بايدن في التوصل إلى حل الدولتين؟ أنا قعدت مع، يعني لو تبص على الفيسبوك اليوم، نعم، مستر بايدن during the election جه أورلاندو وقعد مع مارك نجيم، one of our democratic not republican a democrat leaders، موجود هنا في أورلاندو، نعم، وشرحت في الفيسبوك بعض الأشياء. الرئيس بايدن والديموكراتس من أول جون كينيدي till today يؤمنون أن الفلسطين لابد أن يكونوا لهم جزء ولهم دولة ولهم علم ولهم استقلالية. هي نقطة أن الفلسطينيين منشقين على بعض، إنما بايدن يريد أن يتعامل معهم بطريقة مختلفة. طيب. يعني لما الرئيس ترامب نادى بأن هو يعمل فيه اجتماع، الفلسطينيين تجاهلوه تماما ولذلك فشل الاجتماع. كيف تعمل اجتماعا مع طرف والطرف غير موجود اصلا والطرف هيعين له مندوبين؟ الرئيس بايدن تعلم من هذا، وبالتالي هو حاليا as we speak حاليا في مبعوث رسمي من الرئيس بايدن ومن الوايت هاوس بيتشاور حاليا مع الفلسطينيين. نعم. حاليا. نعم. وبالتالي بعض المعلومات سوف تتسرب في خلال اسبوع، وسوف تدركي ان في حركات سياسية مع الفلسطينيين. وأيضا الفايس بريزيدنت ميسيس هاريس أدركت تماما أن الفلسطينيين لابد أن يكونوا موجودين في أي مشاورات المستقبلية. طيب، هذا فيما يعني يخص القضية الفلسطينية وأيضا الدول العربية المنقسمة، والتي فعلا يعني دائما ما نلوم صراحة يعني دكتور الولايات المتحدة في عدم حلها للقضايا العربية، ونلوم إسرائيل ونلوم الجميع صراحة، لكن الملام الأول يعني أتوقع هو الدول العربية وقادة الدول العربية صراحة يعني. طيب، أيضا في الأربع سنين الأخيرة بقيادة ترامب يعني رأينا نوعا ما أنه ترامب لا يريد التدخل مباشرة في بعض المناطق مثل سوريا، مثل ليبيا، وأيضا حتى ترك حلفائه وحيدين في 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 بعض يعني الأماكن كليبيا عندما ترك فرنسا لوحدها وعدة مناطق. هذا أدى إلى صعود دعني أقول قوى إقليمية وحتى دولية في سوريا، مثل في سوريا وفي أيضا ليبيا وفي أيضا ربما أذربيجان، يعني تركيا صعدت كقوى إقليمية، روسيا قوى دولية، حتى الصين صعدت يعني ليس عسكريا لكن ربما اقتصاديا، إيران أيضا كان لها دور إقليمي كبير في المنطقة. اليوم ومع تنامي هذه الأدوار وظهور يعني قوى إقليمية جديدة ربما في المنطقة، كيف سوف تتعامل إدارة بايدن مع كل هذه المستجدات؟ خلينا أشرح لك جزئين من هذه المعادلة الصعبة. نعم. أمريكا والشرق الأوسط. أمريكا متفقة مع روسيا تماما بخصوص سوريا. يعني واضح. انشقاق واضح تماما. نعم. يعني متفقين عليها ولذلك لا يوجد مجال في هذا المكان. نعم. في وجودي في القاهرة الأسبوع الماضي تقابلت مع أحد الشخصيات بدون ذكر أسماء. وهو كان مرشح نفسه لرئاسة ليبيا 4 سنوات الماضية ولم ينجح في هذه، إنما هو سوف يعاود مرة أخرى إنه يرشح نفسه. هو كان سفير ليبيا في الإمارات. نعم. سابقا. إنما اللي أنا عاوز أقوله إن في بعض التداخلات اقتصادية وسياسية وضغوط من الإمارات العربية في بلد زي مصر، ضغوط على ليبيا، ضغوط كبيرة جدا موجودة على المشكلة الفلسطينية. فاللي أنا عاوز يعني أخبرك به
أن دولة الإمارات العربية ليست عندها غير المال فقط التي تستطيع أن تجبر بعض الشعوب العربية للسماع إليها، ولكن هذا خطأ كبير تقع فيه بعض الدول. لذلك أريد أقول مشكلة ليبيا بالذات سوف تحل بواسطة أمريكا والدول الغربية، ولكن إيطاليا وفرنسا منشقين ولا يريدون أن يعطوا هذه الفرصة للأتراك إن هم يحبوا أو يستغلوا الفرصة ويقيدوا مستقبل ليبيا بالمستقبل التركي. ولذلك ليبيا سوف تكون مشكلة لمدة سنوات عديدة جدا، وبايدن لن يستطيع حل مشكلة ليبيا. المشكلة اليمنية تم الاتفاق عليها اوريدي، وإن الحرب الموجودة حاليا ما بين الحوثيين وبين اليمنيين سوف تنتهي، لأن ديت لم تؤتي للنتيجة وخسارة كبيرة جدا للاقتصاد السعودي، وأيضا الهيومن رايت إيشو وكل المنشورات اللي بتشوفيها عن مقتل النساء والأطفال والرجال اليمنيين في اليمن في معركة الشعب الأمريكي ينظر عليها أن هي معركة مش معركة عسكرية، لأن المعركة العسكرية لابد يكون لها أهداف سياسية، وإذا فشل الهدف وإذا فشل العسكريون في حلها وبالتالي الأهداف السياسية غير مقبولة، فلماذا تحارب؟ يعني لا جدوى في هذا. إنما أعتقد أن المشكلة اليمنية سوف تحل في عصر بايدن. طيب، يعني أنت أشرت يعني عدة مرات إلى قضية هيومن رايتس والحقوق الإنسان، هل سوف نتوقع أنه تثار مثلا قضية خاشقجي من جديد وسوف يتم الضغط على السعودية وابتزاز السعودية من خلال هذا الملف؟ ده بلا شك، وتم فتح هذا الموضوع باي الفايس بريزيدنت مسز هاريس سابقا، دي ليست أول مرة. أيام الانتخابات كانت معروفة لمعظم الشعب الأمريكي أن قضية خاشقجي تدل دلالة كبيرة على الكوربشن والفساد الموجود في العائلة الملكية في المملكة العربية السعودية. إذن وهذا معروف. نعم صحيح، يعني وأشارت إليه الصحافة الأمريكية مرارا وتكرارا. دعنا ننتقل الآن إلى إيران ويعني الاتفاق النووي الإيراني، حيث كتب دينيس روس المساعد الخاص السابق للرئيس باراك أوباما والمستشار والزميل المتميز في معهد واشنطن أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو السرية والتي تم بناؤها فعليا داخل جبل، وهذا بالتأكيد أكثر الخروقات الإيرانية إشكالية للصفقة النووية الإيرانية بحسب دينيس روس. لماذا يحدث هذا الآن؟ من الواضح أن إيران قررت ممارسة الضغط على إدارة جو بايدن القادمة، حيث نقلت أنه مهما كانت أولوياتها فيجب عليها أن تتعامل مع الجمهورية الإسلامية قريبا. من الواضح أن انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وتطبيق أقصى قدر من الضغط الاقتصادي لم ينجح في تغيير سلوك إيران، لكنه نجح بالتأكيد في إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الإيراني. تحتاج إيران إلى تخفيف العقوبات، وتريد من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة برفع جميع العقوبات المتعلقة بالمجال النووي. بعد أن قال الرئيس المنتخب جو بايدن بالفعل إنه سيسعى لإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن ألا يضغط الإيرانيون على الباب المفتوح؟ ليس حقا، لأن موقف الرئيس المنتخب هو الامتثال مقابل الامتثال، يعني أنه لا يمكننا رفع العقوبات قبل عودة الإيرانيين إلى الامتثال. ووفقا لمعظم التقديرات سيستغرق الإيرانيون بضعة أشهر للقيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، يطالب الإيرانيون بتعويضات عما كلفتهم العقوبات، ويصرون على أن الولايات المتحدة وليس إيران هي التي يجب أن تتحرك أولاً، كما أن آية الله علي خامنئي أكد مؤخراً أن الغرب ملزم برفع العقوبات على الفور، مع إعلانه أيضاً أننا لسنا في عجلة من أمر الولايات المتحدة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. وبعبارة أخرى، يقع العبء على الولايات المتحدة، وقد جاءت استفزازات إيران لتعمل إدارة بايدن على نزع فتيل المشكلة من خلال تخفيف العقوبات الإيرانية قبل أي شيء،
في حين أن بايدن قد يكون منفتحاً على تقديم الإمدادات الإنسانية والطبية، فإن امتثاله للامتثال يشير إلى أن تخفيف العقوبات غير ممكن طالما أن إيران تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة. إحدى الطرق لكسر الجمود تتمثل في أقل مقابل أقل، يعني أن توفر الولايات المتحدة تخفيفاً محدوداً للعقوبات، فتتراجع إيران عن عدم امتثالها على سبيل المثال في مقابل وقف التخصيب إلى 20% وتقليل مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب من أكثر من 2400 إلى 1000 كيلوغرام، وتفكيك مجموعات أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. نسمح لإيران بالوصول إلى بعض حساباتها الخارجية المجمدة. سيكون هناك العديد من الفوائد لمثل هذا الاتفاق الأقل مقابل الأقل، فهو سيقلص البرنامج النووي الإيراني وسيحافظ على نظام العقوبات العام لدينا، وبالتالي يحافظ على نفوذنا. سيكسب الوقت لمحاولة تحقيق الاتفاقات طويلة الأجل التي يسعى إليها الرئيس المنتخب، والتي يأمل من ناحية أن تنتج تفاهمات موازية بشأن الصواريخ الباليستية وسلوك إيران الإقليمي. ومن المرجح أن يطمئن الإسرائيليون والإماراتيون والسعوديون الذين يخشون العودة المبكرة إلى الصفقة ورفع جميع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي لن يعطي الإيرانيين سببا يذكر لتغيير سلوكهم الإقليمي المهدد حسب وصفه. ويختتم رؤوس مقاله بأن المفاوضات ليست سهلة أبدا مع الإيرانيين، ومع ذلك إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي بعبارة أخرى، إذا أردنا الوصول إلى المزيد مقابل المزيد فعلينا أن نبدأ بالقليل مقابل الأقل. إذن دكتور أشلي، يعني كما تحدثنا less for less، الأقل مقابل الأقل، هذه هي المعادلة التي يقترحها دينيس روس في عملية التقارب مع إيران من أجل الوصول في نهاية الطريق إلى يعني اتفاقية كبرى بخصوص الاتفاق النووي مع هذا البلد. يعني ما رأيك، هل هذه الطريقة، هذه دعني أقول approach، صائبة من قبل دينيس روس؟ هي صائبة جدا، وأيضا أريد يعني أن أؤكد أن المحادثات ما بين أمريكا وإيران لم تقف على الإطلاق. ما اليوم فقط نفى محمد جواد ظريف، نفى ذلك، نفى أي صلة. نعم، لأن القيادة الإيرانية تتحكم في الشعب، أو الليدرشيب الموجودة في إيران تتحكم في الشعب من الناحية الدينية والاجتماعية وخلافه، is what we call public use or domestic use. إنما في الواقع هذا غير مظبوط. الجالية اليهودية الموجودة في إيران جالية قوية جدا، وعندهم علاقات مع إسرائيل قوية جدا، وبالتالي في باب مفتوح ما بين تل أفيف وطهران على طوال الأمد، وأيضا ما بين واشنطن دي سي وطهران. هذه معلومات أم تحليل دكتور؟ لا، هذا معلومات مؤكدة. ممكن أنت ترجعي تاني وتشوفي بعد ما نشر في بعض المجلات العالمية عن الريبورت بتاع السي اي اي الذي يحدد بالضبط ما هي تأثير الجالية اليهودية في إيران، يكسر عددهم حوالي 250 ألف وعلاقتهم بتل أفيف. فدي علاقة قوية جدا. إنما الأساس هو ما هو أو ما هي العلاقة الإيرانية الأمريكية في الوقت الحالي. في أيام بايدن القادمة سوف تكون علاقة سلمية وخذ وهات وأعطيني وأعطيك، وبالتالي لا توجد أي نوع من التخاوف ان في حرب ايرانيه امريكيه على الاطلاق. ادي واحد. اثنين، ان اسرائيل دخلت اللعبه ايضا، ولذلك هو يعني وامريكا كانت بتاخد الموقف الصعب ليه والعقوبات ليه، لان كان معروف جدا ان ترامب ادمنستريشن بتاخد موقف مساعده اسرائيل على حساب العرب وعلى حساب ايران. هذا الموقف سوف يختلف، وبالتالي الرئيس بايدن يعرف جيدا ان هو لابد ان يوفق اتفاقياته مع الطرفين. You cannot ان انت to make Iran miserable وكل العقوبات الاقتصادية عشان تاخد مكاسب بالأصوات
في امريكا عشان انت بتحامي اسرائيل. خلاص هذه المشكله انتهت، المعادله لم تستمر الان. لكن ايضا انا اعتقد نعم دكتور، لكن ايضا يعني اداره ترامب، وكما كان الحديث دائما يدور حول هذا الاتفاق، يقال بانه سوف لن يعني تدخل هذه الاداره في مفاوضات مع ايران بخصوص الاتفاق النووي، لكن ايضا سوف يكون معها الامارات في هذه المفاوضات والسعوديه وربما دول اخرى. اذا ربما يعني هذه الدول الاخرى ربما تكون اسرائيل ايضا، وهذا ما ترفضه ايران بشده. ده أجين أنا أؤكد لحضرتك كما ذكرت سابقا في عدة انترفيوز، نعم، المشكلة الإيرانية تحل بسهولة جدا يا مروة إذا اتفق الطرفان إيران وإسرائيل على حل سلمي لمشاكلهم، وبالتالي أمريكا سوف تنسحب كما تم بين السادات ومناهم بيجن في إسرائيل. نفس الشيء اللي أنا بقوله، الحرب لا تؤدي إلى مكاسب عسكرية أو مكاسب اقتصادية لكلتا الطرفين. نعم أكيد. إنما إسرائيل وترامب عملوا لعبة ظريفة جدا جميلة جدا، ورئيس بايدن طبعا بينظر إليها نظرة الإعجاب. نعم. اللي عمله ترامب لم يستطيع أي رئيس أمريكي من أول جورج بوش إلى الآن بإعطاء جيروسلم أو جعل جيروسلم عاصمة إسرائيل. دي كانت حاجة رغم أن هي موجودة ومتفق عليها من ضمن الكونجرس، والكونجرس موافق عليها من 25 سنة، ولكن لم يجرؤ أي رئيس جمهورية أمريكي يطلع اكزيكتيف اوردر بهذا. ليه ترامب عمل كده؟ هو مش عشان سواد عيون نتنياهو، بل بالعكس، لا هو عملها كده عشان ياخد العرب كلهم نيوترلايز التأثير بتاعهم ويطبع العلاقة بتاعتهم مع إسرائيل. يحيي. لأن الحرب الموجودة حاليا لن تؤدي إلى شيء. سو ما هو مين اللي كسب في النهاية؟ ما كلهم خسرانين. ولذلك تجد انا لما كنت موجود في مصر من يومين اسبوعين، في معاهدات وتعهدات قويه جدا ما بين الامارات والسعوديه ومصر، وده بيعمل قطب كبير جدا وقوي وفعال في منطقه الشرق الاوسط من الناحيه الاقتصاديه. نعم. هيبقى بليونز اوف دولارز ويل بي بيلد اب. إسرائيل هتفتح كل مصانعها وكل التكنولوجيا الحديثة عشان بدل ما تصنع في سنغافورة هتصنع في اليونايتد عرب إمارات. وأنا نصحت، يعني أنا آسف أنا بحور الموضوع لموضوع آخر، أنا نصحت القيادة المصرية لماذا تطبع العلاقة مع إسرائيل ولكن في نفس الوقت لا توجد علاقات اقتصادية أو تجارية أو تكنولوجيا. لو مصر طبعت العلاقة من 30 سنة اللي فاتت، مصر كان مكانها تبقى زي سنغافورة زي كوريا الجنوبية بالظبط، لكن 100 يعني... مليون نائب. ولذلك يعني ايه، العرب فشلوا ان ينظروا الى المستقبل ويروا ما هي الفوائد التي سوف تعود عليهم من ان هم يتفاعلوا مع دولة زي إسرائيل. نعم، يعني ربما من ناحية نفعية ربما كلامك صحيح، ولو انه طلعنا شوي عن الموضوع او عن المقالات. لا ولا يهمك، بس باختصار الرفض الشعبي ألن يلعب دورا كبيرا؟ يعني حتى الآن نعرف موقف الشعب الأردني والشعب المصري من هذا الكيان، حتى الآن هناك رفض وهناك نظرة نبذ واحتقار لكل شخص ربما يعني يحاول أو يعني يتعاطف دعنا نقول مع إسرائيل. أنا أتحدث على الموقف الشعبي. الموقف الشعبي يا مروة في العالم العربي من خلال معرفتي بعائلتي انا، اخواتي، نعم، واولاد عمامي والعائله اللي انا جيت منها، عائله الانصاري في مصر وفي القاهره، نعم، تجد ان فيها نوع من التضليل. يعني لو الرئيس بايدن قدر يكسب الشعب العربي، ليس رئيس الجمهوريه او الملك، أعتقد أن أمريكا سوف تحقق نجاحاً كبيراً. كيف؟ يعني الموضوع. كيف أستاذ دكتور أشلي؟ يعني very easy. صعب معلش، يعني ربما الشعب العربي مصر مثلاً لم تنسى مجزرة بحر البقر، لم ننسى مجزرة كفر قاسم، صبرة وشاتيلة، لم ننسى مجازر لا تعد ولا تحصى بحق الشعوب العربية من قبل إسرائيل، ثم نأتي ونقول هيا ننسى برضو كل شيء. لا مروة ما تنسيش.
هو نفس الشيء حصل في إسرائيل. يعني لما تكلمي ناس إسرائيليين هنا عندنا في نيويورك يقول لك نفس الشيء. إن في دم بما أنه العرب منذ قليل قلت إنه هن شاطرين بالرياكشن وليس يعني بردة الفعل وليس بالفعل. يعني ما قاموا به باتجاه إسرائيل كان ردة فعل على ما قامت به إسرائيل بحقهم. هذا هو الكلام اللي أنا يا مروة بحاول دايما أقوله في خلال ندواتي على التلفزيون. في فجوة ما بين الشعب وما بين القيادة، وده سبب فشل السياسة العسكرية والسياسية والاقتصادية للعالم العربي. طيب. لأن كل واحد انتدوى. دكتور، يعني بالعودة إلى المقال حول يعني الاتفاق النووي، هناك من يقول بأنه يعني هذا يوجد انقسام واضح في المجتمع الأمريكي يواجهه بايدن ويتعهد بإعادة وحدة هذا المجتمع. من عادة القادة منذ التاريخ، منذ بداية التاريخ وبداية الحضارة حتى الآن، عند مواجهة هكذا انقسامات في داخل مجتمعاتهم يصدرون مشاكلهم إلى الخارج عن طريق حروب واصطناع أعداء هنا وهناك. المخاوف الآن تقول بأنه بايدن هو من سوف يقود حرب ضد إيران لتوحيد الشعب الأمريكي وليس ترامب. يعني هذا ما ذهب إليه المحللون مؤخرا. كيف تقيم هكذا رأي؟ هل فعلا بايدن سوف، يعني ما هي حظوظ بايدن في شن حرب ضد إيران؟ إذا شن حرب، إذا يعني الحزب الديمقراطي يختلف عن الحزب الجمهوري في الفلسفة، بالذات في موضوع مشكلات الموجودة في داخل البلاد. هم السوشياليزم وإحنا الليبرال ثينكرز كابيتاليزم. نعم big difference. صحيح. الرئيس بايدن لن يجرؤ أنه يعمل حرب ضد إيران عشان يوحد الشعب الأمريكي. هو الأصول الرئيس بايدن أنه يفعله، وهذا ما نقوم به الآن في الحزب الجمهوري، أن لابد أن إحنا نغير الفلسفة الداخلية في داخل الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. الشعب الأمريكي منقسم لأن جزء كبير لا يثق في الجزء الآخر. هديك مثال اللي احنا نقوله عنه، اللي هم الانجلو ساكسون وايت ايفانجيليكالز. هم بيخسروا القوة الاقتصادية والقوة السياسية في داخل أمريكا لأن عددهم بيقل كل سنة. وهذا كان منتظر من أول الحرب العالمية الثانية، ندرك هذا. إنما الناس الآخرين هم بيقولوا عليهم أنهم نون إيفانجيليكال، نون أنجلو ساكسون، اللي هم الناس المسلمين، الناس الهنود، الناس الملونين باختصار، أفريكانز الملونين، أو يقال عليهم البراون بيبول. they are taking the majority فين في البوبوليشن. وبالتالي هذا لابد يتماسك أيضا مع الانتخابات. وإذا احتم الانتخابات كتير من البراون، إيه اللي بيحصل؟ التشريعات والقوانين بتتغير. وبالتالي هذا هو ما يحصل. اللي انت بتشوفيه حاليا هو شيفت في داخل المجتمع الامريكي، ترانزيشنال شيفت. هياخد 20 سنه. وبعد 20 سنه من الان سوف تجدي ان حصل في نوع من البالانس. زي ما حصل في كندا. لو تبص هو بالانس او توازن، بين الانجلو ساكسون او البيض دعنا نقول والملونين والذين كانوا سابقا اقليات. بالضبط. نعم. طيب هذا كلام مظبوط. طيب يعني باختصار بايدن ويعني حزبه لن يقود حربا ضد ايران، هذا ما تذهب اليه حضرتك؟ طيب لانه تقريبا خلص وقتنا، سوف نذهب الان الى هذه المقال، حيث يعني تقول هذه المقال: هل يتحول الحزب الجمهوري الى حزب الله اللبناني؟ حيث كتب دانيال دبليو درينزر أستاذ السياسة الدولية أن الرئيس ترامب خسر إعادة انتخابه، لكن الحزب الجمهوري حصل على مقاعد في مجلس النواب وبدأ أنهم مستعد للإبقاء على مجلس الشيوخ والسيطرة على العديد من الهيئات التشريعية في الولايات المتحدة. نتابع هذا المقال. يشعر جزء كبير من مؤيدي ترامب بالارتياح لفكرة تحويل الحزب الجمهوري إلى حزب الله الأمريكي، وهو حزب سياسي له جناح مسلح يعمل لإكراه الجهات السياسية الفاعلة الأخرى التي تختلف معه من خلال العنف حسب الصحيفة. إذا كنت تعتقد أن هذه مبالغة
فلنتأمل فيما تعلمنا خلال الأسبوع الماضي. ووفقاً لمات بولر من هاف بوست، فإن القادة الجدد في شرطة الكابيتول قالوا للديمقراطيين في مجلس النواب إنهم كانوا يراقبون عن كثب 3 خطط منفصلة يمكن أن تشكل تهديدات خطيرة لأعضاء الكونغرس، بينما تستعد واشنطن لتنصيب الديمقراطي جو بايدن في 20 يناير. هذه المظاهرة وصفت بأنها أكبر احتجاج مسلح يحدث على الإطلاق على الأراضي الأمريكية. 16 مجموعة بعضها مسلح ومعظمهم من المؤيدين المتشددين للرئيس ترامب قد سجلوا أنفسهم لتنظيم الاحتجاجات في واشنطن حسب مكتب التحقيقات الفيدرالي. أخطرت سلطات إنفاذ القانون المحلية باحتمال اندلاع احتجاجات مسلحة في جميع عواصم الولايات 50 التي تنظمها وتشجعها الجماعات المتطرفة اليمينية. أثار تزايد مؤيدي ترامب العنيفين والمسلحين قلق أعضاء الكونغرس. ذكرت سارة فيريس وكاليتشيني وميلاني زانونا من بوليتيكو أن الأعضاء العاديين من كلا الحزبين قلقون بشكل خاص من أن المخاوف الأمنية التي ابتليت بها الكابيتول الأسبوع الماضي، كما نقلت بوليتيكو عن مشروع من الحزب الجمهوري، شعبنا المجنون لديه الكثير من الأسلحة، لديهم خزائن أسلحة، لديهم قنابل يدوية. هؤلاء المحتجون المسلحون مجرد طرف متطرف للحزب الجمهوري. ورئيس الولايات المتحدة على هذا الهامش أيضاً، وهم يفعلون بالضبط ما طلب منهم ترامب القيام به في خطابه: كن أكثر تطرفاً. دكتور أشلي، اليوم يعني هناك من يقول ومن يرى بأنه الحزب الجمهوري وضع نفسه دعني أقول ورطة عندما قبل منذ قليل، يعني تكلمنا عن هذا الموضوع، عندما قبل بترامب مرشحا من قبله للرئاسة، وبعد الأحداث في الكابيتول واقتحامه من قبل مؤيدي ترامب، يبدو أنه النظرة العامة من الشعب الأمريكي إلى هذا الحزب يعني بدأت بالتضعضع، وكأن هذا الحزب يريد أن يفرض صوته ويريد أن يفرض رأيه بالقوة. وحقيقة هناك الكثير من يتحدث عن إصلاح هذا الحزب، وأنت من الجمهوريين، كيف تقيم ما قام به الحزب مؤخرا وموقفه من يعني السياسة الأمريكية ومن المجتمع الأمريكي؟ بالتلخيص الشديد، أنا بحاول أجد الكلمة العربية. نعم. ما هي؟ Yesterday على midnight. نعم. البارحة. تم conference call ما بين أشرف الأنصاري وأعضاء من الحزب الجمهوري. طيب، كان هناك اجتماع، مكالمة اجتماع. نعم. وقررنا في هذا الاجتماع إن إحنا ولابد إن إحنا نغير من البوليتيكال ايديولوجي اوف ذا ريببليكان. نعم، هذا التغيير لابد ان يتفق مع الرؤيه المنطقيه، ما هي امريكا في خلال ال 20 سنه اللي جايه. طيب، يعني باختصار الى ماذا ادى هذا الاجتماع؟ لان احنا بنخسر الفاونديشن بتاعتنا، وايضا مش بنخسرها، ان جزء من الفاونديشن البيسك بتاع ريببليكان بارتي بيذهب الى جزء نحن لا نؤمن به، وهو الوايت سوبريمسي وايضا الوايت راديكالز. نعم. فهذا جزء من داخل الحزب الجمهوري وليس موجودا في الحزب الديمقراطي. نعم. وبالتالي عنصر الفساد والمرض الموجود في داخل الشعب الأمريكي انقلب إلى أن هو يكون ضمن من مكونات الحزب الجمهوري. وبالتالي الحزب الجمهوري لابد أن هو يفكر إما يتخلص من هذه الفئات جميعا ويعلن علنا أن هذه الفئات لا تمت بالصلة إلينا. وترامب طبعا ضرنا كتير جدا وعمل لنا مشاكل كتير جدا. صحيح. أو أن احنا somehow أن احنا نخلق حزب جديد. وطبعا يعني أنا امبارحة فقط عرفنا ان الرئيس ترامب سوف يكون حزبا سياسيا جديدا. صحيح، اسمه باتريوت. من ينضم الى حزب سياسي؟
هم اعوانه اللي هم 60 مليون، بس لا تعتقد ان ال 70 مليون اللي هم عملوا انتخبوا ترامب هم 70 يؤيدوا ترامب، هم ايضا جمهوريين، ولكن سوف ينسلخ هؤلاء الجمهوريين من ال 70 مليون، وبالتالي الرئيس ترامب اذا امبيتش مره ثانيه لا يحق له ان يرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه، ولكن يجوز احد من افراد اسرته كعائله بوش ان يرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه. فهو ترامب يلعب لعبه سياسيه. وهو ان يكون حزب عشان يساعد اولاده ان حد منهم يرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه، وهذا الحزب الجديد هو بيسموه ذا وايت وينج راديكال. هل هذا يمت بالصله الى مبادئ الحزب الجمهوري؟ بلا شك لا. انا بقى لي 45 سنه عضو في الحزب الجمهوري، ابتديت فيه وانا تلميذ في الجامعه، واكد لك تماما ان الحزب الجمهوري يؤمن بجذب كافه الناس الموجوده في الولايات المتحده. نعم، شكرا جزيلا لك. نعم، الجندر او السكس او الكالرز. نعم، يعني للاسف يعني ان نرى حزب عريق كالحزب الجمهوري في الولايات المتحده يعني ينتهي هذه النهايه بسبب اخطاء يعني شخص واحد، وهذا الشخص يعني اتى عن طريق الحزب الجمهوري الى سده الرئاسه، وفعلا يعني كما قلت انه ترامب ينوي يعني انشاء حزب باسمه او يعني حزب له هو خاص فيه. انا اتوقع او قرات عنه انه حزب باتريوت، سوف يكون اسم الحزب حزب باتريوت. بكل الاحوال انا بدي اشكرك، شكرا جزيلا لك دكتور اشلي انصار، وانت المحلل السياسي كنت معي من واشنطن، على كل هذه المعلومات. Thank you. شكرا لك. مشاهدينا، ماذا لو حضر ترامب مراسم تنصيب بايدن؟ The Times البريطانية تجيب على طريقتها في هذا الفيديو. I, Donald Trump. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. Quiet. That I will faithfully execute. Wait a minute. An empty field. But I will faithfully execute. We had a million and a half people. Literally around, you know, in the little ball. That was honestly a million and a half. The office of President of the United States. Office of President of the United States. These are some of the pictures that were And will, to the taken. Best of my ability. Will, to the best of my ability. Honestly? I think you should let me run the country. Preserve, protect, and defend. How much longer should we stay here? The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. You have to go home now. So help you God. So help me God. Go home. Congratulations, Mr. President. Oh, no. هذا كان كل شيء. إلى اللقاء.